التحول الرقمي يغير العالم بوتيرة أسرع مما نتخيله. يتميز هذا التحول بدمج التقنيات التي تلغي الحدود الفاصلة بين المجالات الفيزيائية والرقمية والبيولوجية. وأما المحرك الرئيسي لهذا التحول فهو البيانات التي بدأت ترسم ملامح حياتنا وأسلوب عملنا وتوجه قراراتنا وتحدد كيفية تواصلنا مع الآخرين. تتبوأ دولة الإمارات وتحديداً إمارة دبي مكانة عالمية وموقعاً رائداً في عالم التحول الرقمي بفضل رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، التي تسعى لأن تكون دبي أسعد وأذكى مدينة في العالم من خلال مبادرات خلاقة أسهمت في ترسيخ مكانتها في العالم الرقمي والتحول الذكي، وتحقيقاً لرؤية سموه ومواكبة لتطلعات مئوية الإمارات 2071 ورؤية الإمارات 2021 وخطة دبي 2021. وفي إطار مبادرة 10X أطلقت هيئة كهرباء ومياه دبي مبادرة ديو الرقمية، التي من خلالها تم إنشاء شركة منصة البيانات للحلول المتكاملة مورو، لتقدم حلولاً رقمية مبتكرة لتطوير الإمكانات الرقمية لدولة الإمارات. منصة بيانات تعمل على تسريع خطى دبي في مسيرتها لتحقيق اليوم ما سيحققه العالم بعد 10 سنوات. منصة بيانات تستقدم إلى المنطقة أفضل التقنيات العالمية وتلبي احتياجات الغد من اليوم. مرحباً بكم في مورو. تقدم مورو الجيل الجديد من التقنيات الرقمية والسحابية لخدمة الشركات العالمية والمحلية والدوائر والهيئات الحكومية. مورو هي الخيار الأفضل بين المنصات الرقمية للبيانات، حيث تجمع بين تأمين إمداد الطاقة والتصميم المبتكر والبناء المتطور والموقع المتميز وأعلى معايير الأمن والاستدامة والخبرة التشغيلية. لم يعد النفط أثمن الموارد، بل حلت مكانه البيانات. مورو، دع الأمر في عهدتنا.